السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. سمحوا لي تعطلت عليكم، توحشتكم بزاف. هادي شحال ما حطيت لكم شي فيديو تعليمي. اليوم ان شاء الله غادي نخدمو الخدمه ديال العقيق. غادي نخدمو هذه المساحه، هذه المساحه اللي خليت هنايا غنخدموها بالعقيق ان شاء الله. وغادي تشوفوا معايا هنايا كان العقيق، هذا عقيق غادي نبقى نعلمكم به، عقيق غليظ شويه، واللي كنخدم به الجلالب ديال هكا ديال الناس ولا ديالي، كنخدم بهادو، بهاد النوع ديال العقيق اللي هو الصرع. ها هو زوين هذا، ما كي النوعيه جيده، ما كيتقشرش، ما كتوقع له والو من كيتصبن. وهذا غنعلمكم به، حتى هذا زوين. والابره اللي غنستعملوها البنات العقيق، غنستعملو النمره 7. هذه النمره 5 ما كتدخلش العقيق، هذه كنخدموا بها غير خدمه سامبل ماشي العقيق. وهذه النمره 7 هي اللي كتدخل لنا العقيق. هانتوما كنتمنى يبان لكم الفرق. هذه راها كتبان رقيقه، هذه النمره 7، وهذه غليظه عليها النمره 5. حنا دابا العقيق غنخدموه بالنمره 7. نبداو على بركة الله. هنا البنات دخلت الخيط في الإبرة، غادي نبداو ندخلو الإبرة في الثوب بهذا الشكل كالعادة. هنايا البنات غادي نعمر 10 ديال الضربات، 10 الغرزات. هانتوما شوفوا معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وأخيرا 10. خص يكون العدد زوجي. شحال ما بغيتو نتوما، 12 ولا 14 ولا أقل من 10، مثلا 8. أنا غير طولت شوية باش يبان لكم، تبان لكم الخدمة. غنضرب في الثوب وغنبدا نخدم العقيق. هانتوما البنات القاعدة اللي تعقلوا عليها، منين ندخلي العقيقة ما تضرب، خصك تنقزي الغريزه اللي تحت العقيقه. هانتوما عندي دابا هنا غريزه، ما غاديش نضرب فيها، غادي ندخل العقيقه. وهاد الغريزه اللي تحت العقيقه ما غاديش نضرب فيها، غنضرب هذه اللي حداها. دائما ضربه دراندة بحال هذا الشكل، الابره تحت الخيط وسط الدائره بحال هكذا، وكنزير. ندخلو عقيقة ونفس الشيء، ما كنضربش في هاد الغرزة اللي تحت العقيقة، وكننقز لهادي اللي حداها بحال هكدا. كندخل عقيقة وكننقز هاد الغريزة اللي تحتها ونضرب في اللي حداها. هادي قاعدة خصكم تعقلوا عليها.
وطبقوها. ندخل العقيقة، هانتوما ما غنضربش هنا، وغنضرب في هذه اللي حداها. هكذا دابا بقات لي وحده، حيت عندي درت هنايا 10 ديال الغرزات، غادي يكون عندي 5 ديال العقيقات، حيت كنقص غريزه. هاد الغريزه غنقصها وغنضرب في هادي، عاد نضرب في الثوب على هاد الشكل. البنات دابا غنضرب في الثوب. دابا لاحظوا معايا، من بعد ما كنضرب في الثوب هنا، ملي كنت جايه كنت كندخل عقيقه وكنقص الغريزه اللي تحتها. الان وانا غاديه لهيه راجعه، غادي نبقى نضرب كل عقيقه، غنضرب من الجانبين، من هنا ومن هنا. في الغريزه ديال العقيقه غنضرب من هنا ومن هنا، على يمين العقيقه وعلى يسار العقيقه بحال هكذا. هاد الضربه الاولى كذلك غنضرب في الجانب الاخر للعقيق هكذا، وكنكمل في جميع العقيقات. كنضرب منا وكنضرب من الجانب الاخر بحال هذا الشكل، باش كنثبت العقيقه ديالي. هانتوما كيجي خيط فوق العقيق، هذاك هو الخيط اللي كيثبتها. كنضرب منا ونمشي للجانب الاخر ونضرب كذلك ونزير باش العقيقة كتشد بلاصتها. نضرب دابا في الجانبين ديال هادي هنا وكنزير. الان هادي بحال هكا، الجانب الاخر كذلك. هكذا وكنزير. هانتوما البنات راني ثبت العقيقات ديالي. الان غنضرب في الثوب هانتوما البنات. هنا ملي كتكون عندنا عقيقه غنضرب هنايا هاد الغريزه، وغادي ندخل عقيقه. هنا ما غاديش يجيوني 5 د العقيقات، غيجيوني 1 2 3 4. هانتوما غندخل هادي، هاد الزواقه اللي راني كندير كاين زواقات اخرين. هادي غادي تجي عقيقه، غادي يجي سطر فيه 5 وسطر فيه غير 4. هانتوما دخلت دابا وحده، هنا غندخل وحده اخرى. هانتوما كنقص غريزه وكنضرب في الغريزه الاخرى. دائما العقيق كتنقصي الغريزه اللي تحت العقيق. هانتوما هاني دخلت عقيقه، ها هي واحد الغريزه ما غنضربش فيها في الوسط، وغنضرب في هاد الغريزه اللي فوق العقيق بحال هاد الشكل. هانتوما البنات وكتزيروا الخدمه ديالكم. كندخل عقيقة وكنضرب هنا بحال هاد الشكل. قالت لي هنا غريزة غادي نضرب فيها غير الحرير، وغنضرب في الثوب بحال هاد الشكل. الان غادي نرجع في هادو باش نثبتهم. غنضرب في هاد الغريزة اللي عندي هنا، وكل عقيقة غنضرب فيها في الجانبين هكذا. وكنزير الخدمة ديالي هاد الشكل.
دائما نزير بهاد السبعه. هي عندي غريزه هنا غنضرب فيها وغنضرب في الثوب، وكنكمل البنات بنفس الطريقه. دابا غيجيني السطر فيه خمسه د العقيقات، هانتوما غندخل دابا هنا العقيقه. دابا غنعاود هاد السطر اللي خدمت في الاول، غادي نعاودو، غادي ندخل العقيقه وننقز هاد العوينه، هاد الغريزه اللي عندي هنا، نضرب في الغريزه اللي فوق العقيقه بحال هاد الشكل، وكنزير وكنمشي نفس العمليه حتى كنسالي. كننقز عوينه ونضرب في العوينه اخرى، هذا الشكل. دخل عقيقة هاد اللوان راهم مجايينش مع بعضياتهم، غير بغيت نخدم لكم هاد اللوان باردين، الحرير في لون بارد والعقيق في لون باين حتى هو، باش تبان لكم الخدمه وصافي. ها نتوما البنات، دابا غادي نرجع كل عقيقه وغنضرب فيها من الجانبين باش تثبت العقيقه ديالي بحال هكذا. راه ساهله البنات، ماشي شي حاجه صعيبه، غير خصها شويه التركيز، وغير في الاول التركيز في الاول وصافي، من بعد كيكون داكشي ساهل. صافي هاني ثبت العقيقات ديالي، دابا غنضرب في الثوب. دابا دراندا، هانتوما دابا الا بغيت نخدم غادي نخدم هذا السطر الثاني، هذا اللي فيه ربعه د العقيقات، يعني غنضرب الغرزه اللي عندي هنا فوق العقيقه، وهاد الغريزه اللي ما بين عقيقه وعقيقه ما غاديش نضرب فيها، غادي ندخل عقيقه وننقز هاد الغريزه اللي عندي هنا ونضربها دائما هكذا. دابا غيتكون عندي ربعه د العقيقات في السطر، هي عندي واحد الغريزه هنا غنضرب فيها وغنضرب في الثوب. ها نتوما البنات، هذه هي الخدمه ديال العقيق ديالنا. كنعاود ناكد عليكم ان هاد العقيق راني كنخدمو غير في الدروس باش يبان لكم، حيت كبير على الشكل. ها نتوما انا غنزيد نخدم شويه نوريكم الشكل النهائي ديال هذه الخدمه ديالنا. كما كتشوفوا معايا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الخدمه ديالنا ديال العقيق، ديال الطريقه اللي وريتكم دابا، هذه بلون واحد، وانتم كديروا داك الالوان او الزواق اللي بغيتوا نتوما. الان انا وريتكم غير الطريقه باش تلصقوا العقيقه، من بعد ان شاء الله غنوريكم كي غادي ديروا الزواق. نتمنى يكون الدرس ديال اليوم يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. نتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.